والله توقعاتي ان مباراه مصر وكوت ديفوار هي المباراه تبقى صعبه جدا على منتخب مصر، بس تمنياتنا ان كالعاده منتخب مصر يبقى في المباريات الكبيره والمواعيد الكبيره يكون على قدر الحدث زي ما بيقولوا. لا احنا هنبقى متفوقين عليهم. اي نعم هم عملوا ماتش جامد جدا مع الجزائر، بس هم بيعملوا الف حساب للفريق المنتخب المصري، واحنا عزوزنا دايما كانت عاليه عليهم في خلال الفتره اللي فاتت، وكانوا هم دايما كمان وش ساعد علينا ان احنا بننتصر عليهم او بنفوز عليهم في خلال المباريات اللي فاتت. والله هو الماتش هيكون متوقف على حاله اللعيبه في اليوم ده، يعني لو المنتخب بتاعنا في اللعيبه بتاعت خط النص فايقه ومع محمد صلاح فايق في الهجوم ان شاء الله، يعني الماتش هيكون كويس لينا. يعني ما اعتقدش ان هيبقى في مفاجآت كتير في التشكيل، يعني هيبقى هو نفس اللي بنلعب بيه مع تغيير بسيط بس في نص الملعب. يعني والله واحنا على الماتش اللي فات ان شاء الله انا شايف هيبقى في حاجه كويسه الماتش الجاي، وان شاء الله احنا املنا كبير برضه في اللعيبه بتاعتنا، وبس اهم حاجه يكون في تركيز وفي مؤاخذه في الكلمه في الملعب، في روح مع بعض، وفي لعيبه كن مؤاخذه بتبص لبعضيها ومش فيش حد يطمع في الكوره ولا في حد يطمع لمؤاخذه انا اجيب جون ولا الكلام ده، كلهم يبقى قلبهم على القلب بعض، وان شاء الله هنفوز وهنكسب وربنا يعدي بينا لبر الامان. الماتش هيبقى متكافئ وصعب جدا لان منتخب كوت ديفوار منتخب كبير وقوي، وشفناه طبعا ماتش الجزائر، والماتش هيبقى متكافئ يعني 50-50، وانا بقول ان شاء الله لو عدينا منتخب كوت ديفوار فرصتنا ان احنا ناخد البطوله عاليه جدا، لان انا وجهه نظري منتخب كوت ديفوار عنده اقوى سكواد موجود في البطوله. يعني ان شاء الله مصر تفوز على كوت ديفوار 2-0 ان شاء الله، لان مستوى الفريق ابتدى يتحسن. افضل ان هو يلعب بالتشكيله اللي هو لعب بيها ديت عشان يبقوا في تجانس بينهم وبين بعض. المنتخب الاوفاري منتخب قوي جدا، وطبعا من المرشحين بالفوز بالبطوله، بس ان شاء الله احنا رجالتنا قدها قدود باذن واحد احد يعني، ونقدر نكسب باذن الله. ان شاء الله احنا هنفوز، احنا متعودين ان احنا هنفوز على كوت ديفوار دايما، والروح اللي موجوده مع الفرقه باذن الله في المطوشه الصعبه ان شاء الله هيكون الفوز لمصر باذن الله. ان شاء الله 1-0 محمد صلاح. اتمنى ان شاء الله الفوز لمنتخب مصر، لكن الماتش هيبقى صعب طبعا، لان طبعا منتخب كوت ديفوار اللياقه البدنيه العاليه، وفي نفس الوقت طبعا احنا طبعا ان شاء الله التكتيكي بقى كويس وان شاء الله نفوز ان شاء الله. والله يعني احنا بنامل ان شاء الله باذن الله المنتخب يعني يشرفنا ويعمل حاجه، يعني كوت ديفوار يعني كوت ديفوار من الفرق القويه في البطوله السنه دي، بس برضو يعني احنا كمصريين احنا متعودين ان المنتخب على طول بيفاجئنا بحاجات كتير كويسه ان شاء الله.